ففتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الجزاء يوم القيامة أمر حتمي لابد منه، وإنه سيجازى كل إنسان على ما قدم في حياته، وكذلك سيجازى من أسرف في اعتقاده وأعرض عن توحيد الله تعالى، ونبه سبحانه وتعالى إلى أنه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الحديث كان عن ذلك، أو كان هذا الحديث عن غيب، يعني فكان هذا الأمر غيب،
أخبر به الوحي عن المجازاة في الدار الآخرة، وأتى القرآن الكريم بنماذج عدة تتحدث عن هذا الحال، العقاب والجزاء يوم الحساب. هذا غيب أخبر به الوحي الشريف تحذيرا وتنبيها للنفوس، وكذلك ورد هذا في سورة طه. عشان كده حياتي سياق سورة طه بعد ذلك متعجبا من غفلة هؤلاء المشركين المخاطبين عن الاعتبار بأحوال من سبقهم من الأمم. يعني إذا كانت القيامة غيبا لا تراه الأبصار وغيب بيخبرون عنه من قبل الوحي، وهم كمان أهل الشرك والكفر بيستبعدوا هذا اليوم، فلماذا يغفلون عن مصارع من سبقهم من الأمم؟ يعني ده أقرب في الزمان من القيامة، وهو واقع يشاهدونه أو تشهده العيون وتعقله العقول السليمة. قال الله تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فقول المولى سبحانه وتعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون فيها تعجب. بتصوروا الهمزة، الهمزة في أفلم يهدي، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التعجبي التوبيخي لمشرك مكة في زمن النبوة اللي أنكروا الحق ولم يؤمنوا بالله الواحد الأحد القهار، بل آذوا النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين كذلك، إن هم لم يعتبروا لا بالعذاب الأليم الذي حل بالأمم السابقة اللي هي شبههم المماثلة ليهم في الإشراك والإعراض عن كتب الله وآيات الرسل، واللي شاركوهم برضو في التكذيب، ما هم كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام واتهموه وحاشاه صلى الله عليه وسلم بالكذب وبالجنون وكذبوا ما جاء به من الحق. هذه الأمم اللي أخذها عذاب أليم كذبوا الرسل وعصوا هؤلاء الرسل فيما جاءوا به من الآيات الواضحات من عند الله تعالى اللي بتدل على أن هؤلاء رسل من عند الله تعالى. أفلم يهدي لهم، يعني ألم تكن هذه الآيات واضحات لهم فيهتدوا ويزدجروا؟ ألم يعرفوا مصارع هذه الأمم السابقة قبلهم بالتوارث خلفا عن سلف، أن الله تعالى ينصر أنبياءه وأولياءه ويهلك أعداء الإيمان؟ أفلم يعتبر هؤلاء المشركين بمن سبقهم؟ أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ المراد هنا بالقرون الأمم التي أبيدت، منها كعاد وثمود. وطبعا احنا لو وقفنا عند قصص من سبقهم كعاد وثمود وغيرها من الأمم التي أبيدت أرسل الله إليهم الرسل والأنبياء لكنهم لم يستمعوا إلى ما جاءوا به، أو لم يستمعوا إلى ما جاء به الأنبياء الكرام من الآيات الواضحات، ولم يستمعوا ولم يزدجروا بالإنذار الذي أنذر الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الأقوام، إن لم يؤمنوا وإن لم يعلموا الطريق الصحيح المستقيم الدال على الإيمان والعقيدة السليمة، بل اتبعوا أهواءهم فأخذهم العذاب. منهم اللي أخذتهم الريح ودمرتهم الريح، وأخذتهم الريح بسبع ليالي وثمان أيام إلى أن أبيدوا تماما، منهم اللي أخذتهم الصيحة ومنهم اللي أخذتهم الرجفة وغيرهم ممن تعرضوا لهذه الإبادة نظرا لإصرارهم على الجحود بالحق وعدم الإيمان. أمة النبي وأمة العرب، أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأمة العرب أمهلت، أنذرت، وكان هناك إعذار ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان لابد أن العرب ينتبهوا إلى ذلك، إلى هذه الآيات الواضحات. العرب كانوا بيمروا بمساكن عاد في رحلاتهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أبيدت عاد بالريح الشديدة الحاسمة، هذه الريح التي أبدتهم وأبقت ديارهم، أبقت هذه المساكن ليعتبر من يأتي خلفهم. يعني العرب كانوا بيمروا في هذه الرحلات في رحلاتهم إلى اليمن ونجران، فيمروا على مساكن عاد وما جاورها،
وكمان بيمروا بمساكن ثمود في رحلاتهم إلى الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون مروا بديار ثمود في مسيرهم إلى تبوك. يعني آثار هؤلاء واضحة، الآثار بتاعتهم باقية موجودة، تدي علامة على ما حدث لهؤلاء. فالقرآن وسياق سورة طه فيه تعجب من هؤلاء المشركين اللي مش ملتفتين إلى هذه الآيات البينات، بل سرقاهم الحياة فلا ينظرون إلى الحجج ولا إلى البراهين ولا يستمعون إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين كذلك. الأمم اللي كذبت الرسل، أماكنهم حاضرة أمامكم وشهود آثارهم واضحة أمام أعينكم، وتعبير القرآن دقيق جدا في ضرورة استحضار هذه الأشباح اللي هلكت وهذه الديار التي خربت بسبب عنادي وتكذيب أصحابها. قال الله تعالى: أفلم يهدي لهم، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لما يتدبر نظر الإنسان بالبصر الواعي مش بالبصر العابر، يعني أشوف الشيء بالنظر العميق ببصر واع متدبر وبقلب يملأه الحرص على التفكر في الآيات، قلب يتفكر ويتأمل في مصارع هذه الأمم فتطالع العين آثارهم ومساكن هؤلاء، وينطلق بعد ذلك الخيال بتصور أصحابها حينما كانوا فيها يسكنون آمنين مطمئنين، لكن أين هم الآن؟ وها هي ديارهم خاوية خالية، يمشون في مساكنهم. حينما يطيل العقل التفكير وينطلق الخيال بتصور أن في هذه البقاع كان هناك أناس يذهبون ويأتون ويمشون ويروحون، وبعدين يتصور حركتهم وسكنتهم وطموحاتهم ويستحضر ما كانوا يفكرون فيه، آمالهم وأحلامهم. لما يتصور هذه الأمم في عز حياتها المفعمة بالحيوية والنشاط والانطلاق، وهي أمم كانت يعني لها وجود واضح، وإذا فجأة يستأصلهم العذاب وهم في ظل ذلك ينعمون ويسرحون، إذا استحضر كل ده بنظر فيه تدبر وبقلب فيه فكر تتعظ النفوس. لذلك استنكر القرآن على هؤلاء: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. القرآن بينبه لنقطة خطيرة، وكثيرا ما ينبه القرآن إليها، إن الإنسان لما يوقظ عقله ده بيبقى نايم، هو بيوقظه بإيه؟ بالتفكير والتفكر. حينما يوقظ الإنسان عقله بالتفكير في كل شيء وأيضا في من سبقوا من الأمم، واللي القرآن الكريم حكى لنا كتير عن هؤلاء، عاد وثمود وقوم نوح، كل دول حكى عنهم القرآن لاستحضار العظة والعبرة، وإنه طريقك أيها الإنسان لابد أن تسير في طريق التوحيد، وإلا كان مصيرك كمصير هؤلاء، إن لم يكن عاجلا في دنياهم كما كان لهؤلاء سيكون في الآخرة، فالجزاء حتمي. لابد أن الإنسان يوقظ العقل بشعلة التفكير، ومما يجب أن يفكر فيه الإنسان من سبق، أحوال من سبقه من الأمم اللي أخذها العذاب والهلاك، العذاب الأليم والهلاك المدمر، ليعتبر فيتذكر أن الله تعالى حي قيوم باق قادر جل جلاله، لأنه لا ينبغي أبدا، ما ينبغي على الإنسان أن يسير في دنياه بلا تفكير يقود إلى الخير. ما أنت ليه بتفكر؟ عشان تبحث أي الطرق خير فتسلك طريق الخير وتترك طريق الشر. لابد التفكير يقود الإنسان، التفكير المنضبط المتحرر من الأهواء، لو مشيت وفق هذا العقل، النعمة الكبيرة اللي ربنا اداها للإنسان، يقودك إلى الخير. ومن ذلك
بتستحضر العبرة والعظة بمن سبق، أنت بترى أثرها في دنياك ليل نهار فيما أخبر به القرآن الكريم من أحوال الأمم السابقة. فالسعيد من اتعظ بغيره، لأنه إذا لم يكن الإنسان صاحب عقل يقظ على هذا النحو صار عديم العقل. طب لما يبقى عديم العقل يبقى تايه عن الهدايات والحقائق اللي هي أمام عينه واضحة تأخذه إذا ما عقل إلى طريق الله المستقيم. لذا قال الله تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نبه القرآن الكريم إلى أنه لا ينتبه لهذا الحق إلا أصحاب البصائر، وصاحب البصيرة هو من احترم نعم الله تعالى فصرفها فيما خلقت له. والعقل نعمة عظيمة ممنوحة، يحسن الإنسان لابد أن يحسن الإنسان شكرها. فإذا ما أحسن الإنسان شكرها، إذا أحسن التفكير بها فيجتنب الشر ويقبل على الخير، فالعقل يهدي الإنسان ألا يأتي ما يضره. لذا قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نبه إلى قيمة العقل، نبه إلى أن الإنسان إذا ما تحرر من الأهواء والأغراض والتشبث بمتاع الدنيا الزائف تحرر عقله فأحسن التفكير وأحسن التدبير، فانتهى إلى أنه يزجر نفسه عن السيئات ويأمر نفسه بالخيرات. عشان كده بتجد تزيل إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ده تزيل في نهاية الآية قصد به تعليل الإنكار. الإنكار ده اللي على هؤلاء المشركين اللي تركوا الآيات الواضحات ولم يعتبروا حتى بمن سبقهم من الأمم التي أبيدت بسبب العصيان والاستمرار على إنكار التوحيد ومحاربة رسل الله وعدم الإيمان بهذا الحق. يعني في ذلك الذي أخبرناهم به وأطلعناهم عليه من إهلاك من سبقهم من المكذبين لآيات عظيمات واضحات وعبر كتيرة ودروس مستفادة عظيمة ودلائل واضحة، بس لمين؟ لأصحاب العقول السليمة التي تنهى أصحابها عن القبائح والآثام. عشان كده النهى جمع نهية، النهى جمع نهية، سمي العقل بها لنهيه عن القبائح، يعني بينها صاحبه عن القبائح إذا ما أحسن التفكير والتعقل والتدبر. وده توجيه إلهي حكيم من خلال الإشارة إلى هؤلاء الذين جحدوا الحق وأنكروه، فلم يؤمنوا بالله تعالى الواحد الأحد، ولم يصدقوا الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبروا بأخبار من سبقهم من مصارع الأمم المكذبة التي أهلكهم الله تعالى. هذا مع ما قصه القرآن الكريم أيضا علينا من أخبار هؤلاء بأن مثل هؤلاء عديم العقل. دي الإشارة اللي القرآن بينبه إليها، مثل هؤلاء عديم العقل، لهم عقول لا يعقلون بها ولهم حواس قد عطلوها عن العمل. وصدق الله العظيم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان،
من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بحضراتكم من جديد، ننوه على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، وبننبه حضراتكم يعني نرجو الحذر الشديد من سائر الصفحات المزيفة على سائر السوشيال ميديا، يعني نتمنى على حضراتكم الحذر الشديد. ما عنديش صفحات أنا أجيب من خلالها، الجواب بيكون على الشاشة من خلال قناتنا ومن خلال برنامجكم قلوب عامرة، وعاملين يوم مخصص في الأسبوع كل يوم أربع بنجاوب على الأسئلة الخاصة بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد. وكمان الأرقام الخاصة بالتواصل معنا من داخل وخارج جمهورية مصر العربية أمام حضراتكم على الشاشة. أستاذة ريم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة نادى؟ أهلا وسهلا يا أستاذة ريم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بص حضرتك، أنا عندي مشكلة. اتفضلي. أنا متجوزة من 7 سنين، كنت متجوزة يعني عن حب وكده، كنت يعني أعرفه قبل ما اتخطب له 4 سنين، وبعد كده يعني اتخطبت له واتجوزته وكده، بقيت 7 سنين يعني متجوزة ومعايا طفلين. جاي من 3 شهور كده لقيته بيقول لي إن هو عايز يتجوز. طبعا انا اخدت الموضوع بهزار، اخدت الموضوع بهزار وكده، وما كنتش اعرف يعني ما تخيلتش ان هو الفكره دي بجد موجوده في دماغه. قال لي لا والله انا فعلا عايزه اتجوز وكده. قلت له طب انا قصرت معاك في حاجه؟ قال لي لا انت ما قصرتيش معايا في حاجه، بس انا حاسس بحرمان. قلت له حرمان ازاي يعني؟ يعني حرمان؟ مش فاهمه الكلمه قتلتني. قلت له انا مش مقصره معاك في حاجه. قال لي ماشي، انت هتبقى على ذمتي وكل حاجه، وانا قلت اقول لك بدل ما اعمل ده من وراك. فانا مش عارفه اعمل ايه. طب وما قالكيش ايه الحرمان يعني؟ تكوني انت مقصره معاه في شيء؟ بصي حضرتك، هو يعني هو في حاجات في العلاقه هو بيطلبها انا ما بعرفش اعملها. انا ما بعرفش اعملها، وبيبقى غصب عني. تمام، يعني أمور معينة، أمور معينة من غير تفصيل، أمور معينة في اللقاء الزوجي بيطلبها أنت مش قادرة عليها يعني. مش قادرة عليها؟ لا. تمام، مش عارفة طيب. أعمل إيه؟ حاضر يا ريم، شكرا شكرا جزيلا. يا أستاذة زينب، أرجو إيقاع الأسئلة يكون سريع عشان إحنا الوقت مش كتير. يا هلا. يلا يا زينب. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. بصي انا عندي سؤال. تفضلي تفضلي يا استاذه. انا عصلي بس معايا طفل صغير. ايوه. قالوا لي حرام الصلاه بتاعت، يعني هو حرام ولا حلال؟ يعني انت شايله الطفل وانت بتصلي؟ انا لا، انا معايا طفل صغير فهو اثر على انه زميه يعني، واقوم اتوضا يعني عادي ولا ايه؟ انا فاهمه السؤال صح كده ولا ايه؟ يعني انت دلوقتي بتتكلمي عايزه تشيليه وانت بتصلي ولا ايه؟ انا مش فاهمه. لا انا انا اشيله ونومه، بعد كده اروح اتوضا واصلي. فسالت حد قالوا لي لا حرام، لازم تغيري هدومك كل ما تصلي. يعني ان هو اذا عمل حمام ولا حاجه على حضرتك على الملابس انك لازم ايه تتوضي ولا تعملي ايه؟ حاضر. يا أستاذة شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة بقول لحضرتك أنا دلوقتي بس يعني محتاجة لحضرتك مساعدة. اتفضلي يا فندم. حضرتك دلوقتي وأنا يعني مشكلة، أنا كنت واخدة حاجة منها. أنا الصوت النهاردة مش واضح بالنسبة لي خالص.
نعم بكلم المخرج الأستاذ إبراهيم. الصوت بس من عندنا ولا من عند أستاذة شيماء؟ بس ممكن حضرتك تقفي في مكان تكون الشبكة قوية عشان ما يتقطعش الصوت وأسمع بوضوح. تفضلي يا فندم. حضرتك بتقولي حضرتك قوريني لو في إمكاني ما يعني ما تأخرش. تفضلي. الشركة بس اتصلت بيا النهارده وان انا متاخره بس 10 ايام ومش مستحملين، يعني بقول لها مثلا استني اسبوع فمش راضيين، فهي قالت لي النهارده الاداره لو ما جبتش الفلوس بكره هنضطر ان احنا نقدم الشيك للامن المركزي بعد بكره. طيب ممكن تسيبي لنا بس داتا زياده مع الاستاذه تسنيم عشان انا اعرف ايش تسنيم الشركه ايه وايه المتاخر وطلبها تحديدا، يعني عايزه سداد المبلغ ولا ايه؟ والحالة بتبقى معروضة لمن أراد الدخول بالمساعدة. أستاذة رشا. دكتورة نادية ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. معلش أنا عندي بس استفسار صغير. أنا متجوزة بقالي حوالي 3 سنين وأنا بحب جوزي جدا جدا، وأنا بس أنا زوجة تانية بس هو دلوقتي رافض الخلفة تماما يعني. فمش عارفة هل هو اشترط على حضرتك حاجة قبل الزواج؟ لا، كان كلام عابر كده يعني، ان هو قال لي احنا ناجل شويه لحد ما نشوف يعني هنقدر نستمر مع بعض ولا لا. فاحنا الحمد لله بقالنا 3 سنين والحياه مستقره جدا مش حاجه، بس انا في حاجه ان انا لطفل ولا عارفه اسيبه ولا عارفه ان انا اخلف منه، فمش عارفه هل لو انا استمريت معي عليا وزر ولا اعمل ايه. تمام. بس هو ما قالكيش يعني انه الامر بالنسبه له منتهي، يعني هو بيقول لك ناجل شويه بس ما حددش التاجيل ده قد ايه يعني. لا، كان قبل الجواز قال لي ان ولا انت حاسه ان هو يعني كان مجرد عشان يتم امر الزواج وبعد كده هي دي حقيقه؟ انا كنت بتنازل عن حاجات كتير وهو برضو كان بيتنازل عن حاجات كتير في سبيل ان احنا نكون سوا، وانا وربنا يعلم انا مش ناويه ان انا ارفض البيت ولا اي حاجه وبعمل على كده، بس انا محتاجه ان انا يعني حتى لو كان في تم الاتفاق قبل الجواز ان احنا ناجل، بس انا انت حاسه نفسك مش قابله الفكره ده؟ اول جوازه ليكي يعني؟ مش اول جوازه. تمام. انا اول جوازه ليا يعني. حاضر. ومش عارفه. انا فهمت حضرتك. حاضر. استاذه اسراء. الو. اهلا يا اسراء. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله في نعمه الحمد لله. انا عندي مشكله، انا متجوزه بقالي تقريبا 2 سنين. ايوه. بس انا من ساعه ما اتجوزت وانا مامتي على طول زعلانه مني، يعني على طول شايفه ان انا ما باجيش عندها كتير. والله حسب انت زوجك بيأذن بايه؟ انا يعني ممكن كل 10 ايام بيقول لي اروح، بس عشان هو المكان بعيد شويه وانا بروح لوحدي، فهو بيخلص شغله متاخر بيجي ياخدني ويرجع تاني، فبالنسبه له الوضع يعني بيبقى صعب شويه. فهي بتبقى عارفه يعني المفروض انا عندي او كده، بس هي بتقارن ما بيني وبين اختي انها قريبه جدا منها، وبعدين بتقعد عندها في الاسبوع اكتر من يوم. انا برضو هو رافض اني ابات بسبب ان هو على طول عايز يقعد في البيت، يبقى عايز يرجع يلاقي مثلا ان انا عامله له كل حاجه او كده، يلاقي زوجته معايا. تمام. بالظبط. فهي بتزعل ويبقى لازم ابات، فبفهمها ده، هي بتقولي لا طب قولي له كده، فبيحصل طيب. مشاكل. حاضر. بيحصل مشاكل لما انت تقولي له مثلا ماما عايزه، شايف ان هي مالهاش لازمه ان انا ابات او كده، وانت خلاص شوفيها وشوفي عايزه ايه وارجعي. فالمشكله كمان ان انا دايما اختي يعني حتى لو هي رضيت عني في كام يوم. انت بقالك 2 سنين متجوزه؟ الا شويه يعني. بقالي في اطفال ولا حاجه؟ معايا. طيب معايا. حاضر يا اسراء، شكرا جزيلا. يا ام باسم بسرعه. السلام عليكم. ورحمة عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك سألت حضرتك قبل كده عن صلاة الفرض وصلاة القضاء. أيوة. حضرتك أفدتيني فقلت لي بلاش السنة، أهم حاجة القضاء لما يكون عليك متراكم. صحيح. دلوقتي أنا بصلي بقالي زمن بصلي السنة، طبعا السنة قبل الفجر والسنة قبل الظهر وبعد الظهر. أيوة. فلازم طبعا أصليها، لأن يعني عارفة إن اللي بيصلي 12 ركعة دون الفريضة يبني له بيت في الجنة، صح؟ نعم، يقضي دينه الأول، يقضي دينه الأول ما يبقاش، وأنا عليا ديون. شكرا ليك يا ست أم باسم، يعني ما يبقاش أنا عليا ديون وبعدين أسيب ما أديش لصاحب الدين وبعدين أقول لي ده أنا هطلع صدقات، يبقى أنه اللي يقدم الدين ولا الصدقة؟ الفرض ولا التطوع؟ فالإنسان يقضي ما عليه حتى يطمئن قلبه أنه قد أدى يعني ما يستطيع مما فاته أداؤه في وقته، يقضي الفرض وبعد كده طالما انا عليا حاجات كتير ما عملتهاش
وده اللي كان سؤال حضرتك في هذه المسألة. وبعد كده لا مانع، إذا عايزة أنت تعملي ما فيش مشكلة، لكن لما يكون علي دين أخلص الدين الأول، فدين الله أحق بالقضاء، وبعد كده أتطوع بما أشاء من السنن. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نتواصل مع حضرتكم على خير بإذن الله. مرحبا بحضراتكم من جديد. الأستاذة ريم كانت بتسأل، متجوزة من 7 سنوات وعن حب قبل الجواز، وبتقول إن زوجها صريحة وفي أولاد، وبتقول إن الزوج قال لها إن هو عايز يتزوج من أخرى، لأنه لما سألته قال لها أنا حاسس بحرمان العلاقة الخاصة، هو بيطلب منها أشياء معينة، هي بتقول أنا لا أستطيع. أولا أنا أنصح بالتعقل في معالجة هذا الأمر، فإحنا نتعقل في هذا الأمر وما يكونش فيه عجلة بهذه الصورة. برضو أنا عايزة حاجة تانية، إذا كان ما يأمر به الزوج أو ما يطلبه الزوج في العلاقة الخاصة مما هو حلال، يعني من الأشياء المباحة شرعا إن الزوجة تعملها، لكن أنا عندي عقبة نفسية، الموضوع مش قبل حاجات معينة، فلا مانع من أنا استشارة في العلاقات الزوجية، طبيبة كده يعني مميزة في مجالها، أروح استشيرها كيف يكون الأمر، ربما أعانتك بالعلم على ما يمكن أن أنت تتجاوزيه في مثل هذا الأمر، وتقولي له هذا الكلام، لو إن الأمر ده أنا نفسي مش قبلاه فربما نتجاوزه إلى شيء آخر، أو أنك تأذن لي بأن أنا أباشر مع طبيبة أسألها، ربما تعني بما أوتيت من العلم في هذا المجال، ما يخفف عني الأمر، يفهمك. الإنسان أحيانا بتبقى فيه حاجات واقفة كعقبات نفسية هو مش بيبقى قادر أنه يقبلها، مش عايزة تعجل في قرار الانفصال عنه عشان في أولاد. يا صاحبة السؤال، تدخل الأهل يكون في مراحل الأخيرة جدا، لكن ما يكونش دلوقتي، حاولوا أن أنتوا تحلوا الأمر، معرفتيش أنك توصلي فيه إلى حل معاي، يبقى في الأخير خالص بدخل الأهل بصورة يعني كده مناسبة، بإنك يعني إزاي يمكن إصلاح الحياة، مش عشان إن هم ينصبوا له محكمة، لا، لازم دايما أبقى مراعية إن ده زوجي وأبو أولادي، حتى لو صنع شيء أنا لا أقبل ولا أرضاه، فلا مانع من تدخل الأهل للإصلاح وليس لإشعال النيران بين الزوجين. الأستاذة زينب بتقول إنها بتصلي ومعاها طفل أحيانا بتيجي تشيله، فالطفل أحيانا يصيبها بلل من بول الصبي، فبتقول هما بيقولوا لها لا أنت لازم أنك أنت تروحي تتوضي من جديد. يعني الذي عليه الفتوى هو أنه لو تم التحقق من إصابتك أو من وجود هذا البول على الملابس بتاعتك، يعني أصابتك نجاسة، فبغسلها، بغسل موضع النجاسة أو بغير الملابس، وطالما أنا أصلا كنت متوضية وأصابتني النجاسة وأنا شايلة ابني بهذه الصورة، بروح بس أغسل موضع النجاسة أو بغير الشيء اللي أنا لابساه ده وبلبس حاجة تانية، وأنا طاهرة وضوئي على وضوئي طالما أنا أصلا كنت متوضية. صاحبة السؤال أستاذة رشا، متجوزة من 4 سنين، هي زوجة تانية، هو في الأول قال احنا هنأجل الإنجاب شوية وبقى لهم 3 سنين، وبعدين هي بتقول دلوقتي أنا يعني عايزة محتاجة في احتياج أني أكون أم. طبعا الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وينبغي التنسيق بينهما، يعني بين الزوجين في هذا الأمر، ما ينفعش نعمل حاجة من وراه، وما ينفعش برضه هو يرغمني على شيء، لازم نصل إلى اتفاق. فأنا شايفة إن حضرتك تتكلمي معاه بمنتهى الوضوح والصراحة، وتقولي له أنا عايزة أعرف أنت طلبت التأجيل هذا للأبد، ولا أنت فعلاً ما زلت متشكك في ثبات هذه العلاقة، ولا أنت شايف نفسك مش قادر على بيتين فهتظلمني كده معاك، فأنا أكون نكون واضحين مع بعض. لو أنت مش عايز مسألة الإنجاب خليك صريح وواضح معي، أنت هتأجلها أعرف إلى متى. ثالثا لا تنسى أنني امرأة وأريد أن أصبح أما، فالأمور كلها لما تتكلمي معاه بالصراحة كده، وأنت مش عايزة تصرحي لأن أنت عارفة هو هيقولك إيه، فأنت خايفة من اللي جاي، لازم بقى ساعتها تكوني واضحة مع نفسك، تاخدي القرار الذي يتراءى لك وفق الضرر الواقع عليك، انطلاقا من قاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. يا صاحبة السؤال،
أستاذة إسراء متجوزة من سنتين، والدتها بتكون زعلانة منها لأنها بتروح لها كل 10 أيام لما بيأذن لها الزوج. هي ساكنة في منطقة أو مكان بعيد جدا، وهي بتقول إن الزوج يعني بيبقى متخوف عليها. طبعا يعني زي ما احنا قلنا دايما وبنقول وبنذكر انطلاقا من النصوص الشرعية التي تقدم حق الزوج، واللي بتفت بأن طاعة الزوج دي مقدمة في كل شيء، ولازم يكون إذنه حاضر في كل حاجة. يعني في هذه مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحوال لابد أنه يكون في الحكمة والاتفاق الجيد فيما بين الزوج والزوجة. أنت ممكن يعني مع زوجك تقولي له والله هي نفسها أنا مثلا أزورها كل أسبوع، لو لقيت الموضوع ده بيعمل مشكلة كبيرة وهو مخليلك بتزوريها 3 مرات في الشهر، تأذن لي تكون أنت مثلا تأذن لي مرة في الشهر، مرة كل فترة أروح أبات معها أبرها، مش لازم مش هعمل لي ميعاد ثابت عشان هي لا تنتظر ده فتزعل مني. إذا وافق فبها ونعمت، إذا لم يوافق فيجب طاعة الزوج في هذا الأمر، لأنه ربما يكون هو في احتياج إليك، وينبغي على الأمة ألا تفعل ما قد يضر بحياة ابنتها الزوجية. ودايما أتصل بيها وأسأل عنها، وأنا رايحة أخذ حاجة حلوة معايا أبرها بكل ألوان البر الذي أستطيع وهو متاح بالنسبة لي أن أنا أعمله، وأدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يصلح ذات البين، وأنه يصلح قلب أمك تجاهك، ويصلح قلب الزوج تجاه أمك، فيأذن لك بأنك أنت تباتي عندها. يصنع الإنسان ما يستطيع، والشيء اللي فوق طاقته أو مش وجد له حل يدعو الله. قلوب العباد يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، ويكون عندنا دايما ثقة في عطاء الله سبحانه وتعالى. احنا كده جاوبنا على كل الأسئلة الخاصة بحضراتكم. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.